السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالي. نتمنى اموركم كلها تكون على خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم مسمن معمر بالكفتة والخضرة، نتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. وقبل ما تفرجوا في الفيديو ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك صابوني وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. اول حاجه غادي نبدا بها هي العماره ديال المسمن ديالي. كما كتشوفوا معايا المقاطر، عندي هنايا زيت الزيتون، عندي هنايا الابزار، السكنجبير والملح والكمون، عندي هنايا الخرقوم والطحميره والقرفه، وهنايا عندي قزبور ومعدنوس مقطعين، هنايا عندي بصله صغيره مشلطه مزيان، وهنايا عندي الكفته يمكن لكم ديروا على حسب اللي بغيتو، هنايا عندي كورجيت محكوكه وخيزو حتى هو محكوك. دابا ندوز نشحرهم باش نقاد العماره ديالي. كما كتشوفوا معايا درت المقله ديالي على العافيه، غادي ندير شويه ديال الزيت صافي. كما كتعرفوا الكفته كتكون مدمة، صافي. دابا غادي نزيد على هذيك البصيله اللي عندي، نخليوها تشحر لينا هكا. صافي حتى كتذهب لينا البصله عاد كنجرو عليها الكفته. دابا كما كتشوفوا معايا زدت الكفته ديالي حتى هي على البصله من بعد ما تحمرات لي شويه. صافي حتى هي غادي نديرها بحال هكا، نبقاو نحركوها هكا حتى تشحر لينا مع البصله. غادي ندير العطريه اللي عندي، غادي ندير الملحه، الملح كيبقى على حسب الذوق. غادي ندير التحميره غير نص معلقه، ما كنكثروهاش غير بحال هكا غير نص معلقه. غادي ندير الخرقوم، صافي كنديروا الخرقوم نص معلقه صغيره. غادي ندير شويه ما درت سكنجبير، غادي ندير البزار حتى هو غير نص معلقه صغيره، ونص معلقه صغيره ديال الكمون، وراس معلقه صغيره ديال القرفه. كما كنعرفوا القرفه كتواتى مع الكفته وكتجي زوينه في المسمن. صافي دابا غادي ندوز وندير الربيع اللي عندي. صافي نخلي الكفته ديالي تشحر مع العطريه اللي درت ليها الربيع، عاد ديك الساعه نزيد عليها الخضيره. دابا من بعد ما تشحرات لي الكفته مع العطريه اللي درت، غادي نزيد الخضره اللي عندي، غادي ندير الكورجيت والخيزو. صافي كنحرك حتى هما يدخلوا ليهم العطريه اللي درت، عاد ديك الساعه نزيد واحد ربع كاس ديال الماء فاش يطيبوا ليا وصافي. كما كتشوفوا معايا العماره ديالي من بعد ما تشحرات ليا الكفيته او البصله مع الخضره، دابا غادي نزيد عليها ربع كاس ديال الماء بحال هكا صافي، وغادي نخليها حتى طيب ليا وديك الساعات باش نعمر بها المسمن ديالي. كما كتشوفوا معايا عماره سهله وبسيطه دغيا كتوجد. كما كتشوفوا معايا هي الشرموله، كما كتشوفوا معايا هي العماره ديالي طابت وطفيت عليها. دابا غادي ندوز ونوجد المسمن ديالي. دابا غادي ندوز ونعجن المسمن ديالي. كما كتشوفوا معايا عندي هنا الملحه، وهنايا عندي خميره، غادي ندير غير شويه ديال الخميره، وهنا عندي معلقه ديال السنيده، هنايا دايره زلافه ديال الدقيق الفينو، وهنايا زلافه ونص ديال الدقيق الفورس. صافي هادو هما المقادير اللي غادي ندير. دابا ندوز نعجن العجينه ديالي. كما كتشوفوا معايا درت الدقيق ديالي، غادي نزيد عليه الملحه غادي ندير ديك المعلقه ديال سنيده،
والخميرة ما كنكثرش، غادي ندير غير شويه بحال هكا ماشي كلها. صافي دابا غادي ندوزو نعجن العجينه ديالي. بعد ما تتلكات لي العجينه ديالي غادي نغطي عليها ونخليها ترتاح من 15 دقيقه حتى 20 دقيقه، ديك الساعه عاد نشكل منها كويرات. كما كتشوفوا معايا من بعد ما خليت العجينه ديالي ارتاحت ليا، صافي دابا غادي نشكل بها كما كتشوفوا. صافي غادي ندير بها كويرات تاوع المسمن تاعنا صافي، ونحطهم حتى هما يرتاحوا واحد شويه عاد نبدا نخدم من قاد المسمن ديالي. دابا كما كتشوفوا معايا هكا كنشكل الكويرات ديالي، كندير نفس الحجم صافي، وكندير لهم شويه الزيت من الفوق باش ما ومن التحت باش ما يلصقوش لينا، باش ما كيكونوش لينا القشره ديك القشره حتى هي من الفوق. كنغطيوهم هكا بالسلوفا حتى كيرتاحوا لينا صافي، عاد كنبداو نخدموهم. صافي كندير كما كتشوفوا هنايا درت زيت الزيتون مخلطه مع زيت المائده صافي، هي باش غادي نطيبو نيت. صافي كنبقاو هكا كنكادو الكويرات حتى كنساليو. دابا من بعد ما كملت الكويرات ديال المسمن ديالي كما كتشوفوا، ها هما درت عليهم هاد السلوفه باش ما تكونش ليا ديك القشره من الفوق. صافي غادي نخليهم يرتاحوا واحد شويه عاد نبدا نعمرهم بالعماره ديالي. دابا كما كتشوفوا معايا البنات، من بعد ما خليت الكويرات ديالي حتى ارتاحوا غادي نطلقهم ونعمرهم بالعماره اللي درت معاكم، وغادي ندير نوريكم الطريقه اللي كندير انا من ديما كيصدق ليا بها المسمن مزيان بالنسبه للبنات اللي ما كيصدقش لهم. ما كتخرجش لينا العماره في المقله، وهذا دابا تشوفوا معايا طريقه زوينه وبسيطه. دابا كما شفتوا معايا كنطلق المسمنه ديالي بحال هكا، كندير كما وريتكم قبل، انا كندير غير الزيت زيت المائده وزيت الزيتون صافي، كنبقى بهذا الشكل هكا حتى كنطلق المسمنه ديالي هكا مزيان. كما شفتوا العجينه الا خليناها ارتاحت لينا كيجينا المسمن ساهل الا بغينا نطلقوه بحال هكا. صافي كنديروا لها بحال هكا وكنديروا هكا بهذه الطريقه هكا، كنديروا النص الاخر هكا صوبوا هكا من الجنبات. صافي كنبسطوها بحال هكا، كتجي طريقه زوينه، كيجي كتجي العماره في سميتو حتى في الجناب، ماشي بحال الطريقه الاخرى ما كتجيناش العماره في الجناب. كيبقاو الوليدات بحال هكا ولا نيت حنا كنكونوا ناكلوا المسمنه وحيدوا لها الجنيبات ديالها. هاد الطريقه لا الطريقه كيجي كتجي العماره في كل شيء كتجي زوينه، نتمنى تجربوها وتعجبكم. صافي كنديروا الحشوه ديالنا هكا، صافي دابا كنديرو بحال هكا، كنجيبو هاد النص هنايا نسدو هاد الجنيبات. نسدو هكا، المهم هو هاد الجنيبات لي هنايا يتسدو لينا. صافي كما كتشوفوا معايا هذه هي الطريقه اللي كندير. دابا غادي نخليهم هكا على جنب حتى نكمل كاع الكويرات اللي عندي، كنستمر هكا بنفس الطريقه اللي وريتكم.
كتشوفوا عندي الطياقه كنديروا لها نفس الطريقه. صافي كما كتشوفوا معايا كنديروا هكا كنجي من النص الاخر. ماشي مشكله تقبات لينا راه ما كيخرج لينا والو بحال هكا. دابا كنديروا العماره ديالنا. خص العماره تاعي تكون بارده ما نديروهاش كنطيبها كنخليوها حتى كتبرد. داكشي علاش تنسبق انا العماره عاد كنعجن. كانت سخونه كتقبل لينا المسمنه ديالنا. صافي كما كتشوفوا معايا كنديروا بعد كنمشيو بحال الطريقه اللي وريتكم. صافي كما كتشوفوا معايا بحال هكا. صافي كنسدها هكا. المهم هو هاد الجوانب خصي تسد. كما كتشوفوا معايا طريقه سهله وبسيطه. صافي دابا غادي نستمر هكا حتى نكمل كاع المسمنات اللي عندي بحال هكا نعمرهم وديك الساعه ندوزو نشوفوا الطريقه ديال الطياب. كما كتشوفوا معايا البنات ها هو المسمن ديالي عمرته كله. دابا غادي نبدا باول وحده بديت بها حيت الاولين اللي كيكونوا طلقوا لينا. صافي والمقله ديالي شعلت عليها العافيه. خص المقله تكون سخونه الا بغينا نديروا فيها المسمنه خصها تكون سخونه. كنرشها بشويه ديال الزيت وصافي وكنحط فيها المسمنه. انتم غادي تشوفوا معايا الطريقه. دابا غادي نبدا نطلق المسمنه ديالي كما كتشوفوا معايا. غادي ندير شويه ديال الزيت بحال هكا كما قلت لكم. نتمنى تجربوا الطريقه كتجي سهله والمسمنه كتجينا عامره من كاع الجوانب والوسط وكل شيء كتجي كلها عامره. صافي كنبقاو بحال هكا حتى كنسرحوها ومن بعد نجروها في المقله ديالنا. كما كتشوفوا معايا هي المسمنه ديالي كلها طلقتها. دابا غادي نجي ندير الزيت في المقله باش نحط فيها المسمنه. كما كتشوفوا معايا رشيت المقله ديالي بالزيت بعد ما سخنات ليا. غادي ندير فيها دابا المسمنه ديالي بحال هكا. صافي كنديروا الزيت باش ما كتلقاش. دابا كما شفتوا كنبقى ندير غير شويه ديال الزيت بحال هكا ونديروا من الفوق على المسمنه ديالي. كنحسو بها طحين مرات لينا وكنقلبوها. صافي كما كتشوفوا ها المسمنه ديالي هكا كتجي. كيجي مسمن زوين وطريقه سهله وبسيطه. دابا كما شفتوا معايا كيبقى المسمن ديالي هكا كيطيب وانا كنبقى نطلق مسمنه اخرى بحال هكا باش كنوجدها بما ما تطيب ليا الاخرى كنلوحها في المقله. صافي كنستمر بهذه الطريقه حتى كنسالي المسمن ديالي. كتشوفوا معايا البنات ها المسمنه ديالي هكا كنبقى مستمره حتى كنسالي المسمن ديالي كله. كما كتشوفوا ها هو المسمن ديالي كيتنفخ ليا. صافي كنخليه يتحمر وكنحيدو. كما
كتشوفوا معايا البنات، ها هو المسمن ديالي طاب. نوريكم الطريقه اللي قلت لكم كيجي على هذا الشكل. كتجي المسمنه، كتجي المسمنه عامره من جميع الجوانب، ما كيجيناش العماره غير الوسط. كما كنبقاو نحيدو دوك الجنيبات هكا كتجي الطريقه زوينه كما كتشوفوا معايا. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال المسمن ديالي، نتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم.